الطرق الوحيده اللي كاينه الان وبعد الهرمونات استعمال بعض الهرمونات ولا حتى حقن بعض الهرمونات وكاين جراحه ديال زراعه الشعر هذه اللي بغى يزين راسو يدير العمليه احنا ما نعرفوش اللي بغى اللي ما صبرش وبغى يدير شويه ديال الشعر خاص الانسان يتعلم يعيش بالمرض ديالو كيف ما كان دكتور ولكن اذا ما غير الناس نمط عيشهم هل نعم ممكن أن يكون حالات نبت الشعر ونبت بطريقه ضعيفه ولكنه نبت يعني حالات اللي كانوا اتصلوا بي انا شخصيا في 2006 وهذا الشيء علاش قلت ديتوكس ما خزنت على الناس والو غادي هاد الناس هادو داروا ديتوكس داروا واحد الكلينس وبقاو سيبوا المنتوجات الطبيعيه خرجوا ذاك اجتهدوا في بعض الاشياء ولكن ماشي بقاو اللي سمعوها يحطوها فوق رسم يعني علاش لان الجلد الان غادي حتى هو يتاثر ربما يتسمم هذيك الشيء على الاقل ممنوع عليهم الكوسميتيك الكوسميتيك ممنوع على الناس اللي عندهم الثعلبه لا الكوسميتيك ديال الوجه ولا ديال الرجل ولا ديال الطبيب ولا شي حاجه الكوسميتيك ممنوع عليهم علاش لان غادي يكون تسمم ربما يكون الومنيوم ولا يكون كحول ولا اشياء غادي يتسمم الجسم وهذا التسمم ديال الجسم وكله هذا هاد الناس اللي عندهم الالوبيشي خاص حتى الهواء اللي استنشقوه ما يكونش ملوث لان تسمم عام علاش لان المناعه الجسم اللي كتبغيها هو طويمين تتكلمت يعني مناعي مرض مناعي فملي كتكون المناعه جيده في الجسم طبعا ما يكونش عندهم مشكل ولكن هذه السيده السعديه اللي سالت من مدينه باريس ولذلك نصحناها بهذه الاشياء هذو يدير يعني من بغا تزيد يعني الكلينز كافي ولكن ما غاديش ينبت الشعر في شهر وشهرين لا ابدا خاصه طبعا ست شهور واحد السنه باش الجسم بعدا يكون مزيان وفوق هذا الشيء كله الحاله النفسيه الانسان يطمئن بحال الرجاله ما عندهمش مشكل ربما حتى بعد اللاعبين الكره هذاك الحارس ديال الكره اللي في فرنسا كاين ويليام هيغ ويليام هيغ توا عنده هاد لالوبيشيا كاين بعض الرؤساء كاين بعض الوزراء كاين الرجال ما كيعطيوش اهميه ممثلين سينمائيين صعيب باش يكون عنده لالوبيشا انا اشوف مخرج الفيلم بعض المرات يبغي واحد بالشعر وبعض المرات كيبغي واحد بلا شعر كيبغي واحد فيه لالوبيشا هاد المسائل هذه كاين راه كيلاحظوا الناس كيشوفوا في التلفزيون ما عندهمش عقده كيشوفوا بما كيعيش كانت عند الرجال ما كاين حتى مشكل غادي يبان بصلع لان الرجل خاصو يكون صلع ماشي يعني خاصو يكون محسن بهذا الشعر اما عند النساء صعيب ما كتقبلش عند النساء ما كتقبلش ولكن يحاولوا الناس يعيشوا بالمرض ديالهم عوض ما يبقاو يقلبوا على العلاج وليس هناك علاج وما غاديش يعيشوا حياتهم كي اللي عايش دابا 10 5 سنوات و10 سنوات كيقلب على العلاج وهاد ال10 سنوات راه ما عاشهاش فعلا مفتون مرت من حياته مفتون يعيش حياته ولو بالاليبيشيا ولو بالسرطان ولو بالربو ولو بامراض القلب الشرايين يعيش بعد هذاك الشيء اللي قسم الله باش ما يبقاش يبحث على العلاج عادي بدا يعيش كاين الناس اللي باغيين يتعالجوا عادي يبداو حياتهم يعني عنده هكا نفسيا كترتب عنده هذه المسائل هذه يعيش هذه الحياه ويدير الدعاء لله سبحانه وتعالى ما ينساش الله يدير الدعاء لله سبحانه وتعالى لان نمط العيش ديالو يتغير الحاله النفسيه ديالو ما يبقاش يجري ومزروب ومضعوق وياكل في اي وقت بعد الحاله النفسيه لا ما ريحش الام كاين بعض المرات هاد لالوبيشا النساء كتعصبهم فعلا كيبقاو يبكي وكيبقاو حزينات كتخاف من الزوج ديالها ما يتعجبوش طبعا لان الله سبحانه وتعالى خلق المراه بشعر طويل وخلقها لجماليه نعم ولكن كيف ما كان الحال فاذا كان عرض هاد المراه هذه لا مرضت واش هذا الرجل هذا غادي يسمح فيها لا هذا ليس من حتى من الدين ليس من الدين صعيب انا اقول صعيب ولكن كاين نساء ماشي عندهم صلاع كاين نساء زولوا كاع تدي واش الراجل اللي غادي يطلع لا يمكن يعني احنا ماشي لذلك تكلمنا في الحلقه ديال رمضان هذا رمضان السابق تكلمنا على تكوين الشخصيه وقوه النفسيه ديال الشخص برمضان رمضان كيعطيك قوه الاحتمال وكيعطيك انك يعني تتجلد وانك يعني تصبر ويكون عندك قوه ديال فربما العالم الغربي ربما يكون عنده هذه الاشياء المره تحيد الزوله ربما يتفرق معها ولكن في الاسلام لا انا لا اظن ان الشخص غادي تحيد زوج المراه انا لا اظن وانا استبعد هذا الامر باش المراه تحيد التدي ديالها وراجلها يطلقها ولا يتفرق معها انا لماذا؟ لا اظن لماذا أنا ولا حتى يتزوج عليها انا لا اظن دكتور ساقاطعك انا ورغم ان كاين اللي تبتروا ليهم يديهم ورجليهم كاين اللي تبتر ليهم يديهم ورجليهم ومازالين يعني عايشين مع 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 ازواجهم ومع اولادهم وهذه حتى الرجل عندما تقطع رجليه لماذا لا تتركه المراه؟ لا يمكن بالعكس عندك كتشبه به اذا الرجل يجب ان لا يتركهم اذا سقط شعره نعم نعم يعني لا هو لا يتركها انا 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 كنعرف دابا الناس ما كنعرفها الى حد الان ما عرفت حالات طلقوا عيالاتهم ولكن اذا كان هناك فبئس نعم فبئس علاش لان الله سبحانه وتعالى جعل بيننا موده ورحمه ولا ان ميثاق الزواج هو ميثاق غليظ ميثاق غليظ ليس المراه تبان فيها عيب صافي هذا ميثاق غليظ يعني انك تصبر يعني هذه السيده اللي كتعاني من الثعلبه دكتور كنتمنى من الازواج النفسيه ديالها بعدا من الازواج يرد لها المعنويات باش نعم وباش شعرها اكيد غيرجع وباش النفس ديالها تكون مطمئنه الزوج يساعدها نفسيا هذا ما ولا الدنيا هانيه وراه ان شاء الله هذا ماشي
طمأنة إلا طمأنت المرأة وكانت مزيانة كان نمط العيش ديالها جيد يقدر يرجع يندش على النساء اللي اتصلوا بي أنا شخصيا وبالغوا في هذه الحمية وبالغوا في النظام الغذائي وبقاو تيقلبوا على علاج ليلة نهار ولا إله إلا الله هذا ما غاديش يتعالجوا أنا كنقول لهم ما غاديش يتعالجوا خاص النفسية ديال الشخص تكون مطمئنة أن العلاج لا يضمنه أحد كاين اللي تتصل يقول لي انا درت هادشي وماشي ولا ما ضمنتش لك العلاج لا يضمنه الا الله سبحانه وتعالى ولكن ماشي هذه اسباب للعلاج واسباب لتعيش جيد ومطمئن ولكن نضمنوا لك العلاج نقول لك راك غتاخذ هذه وما يبقاش عندك هذا لا يمكن واللي ضمن هذه فانه احمق. نعم لا يمكن ان نضمن العلاج ولا حتى الطبيب لا يضمن العلاج.